اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه. يعني واحنا قاعدين كده بنشاهد القناه الاولى بنسافر اي بلد احنا حبينا، الهند، البرازيل، المكسيك، ايطاليا، فرنسا، زي ما احنا عايزين، ونجيب اشهر الاكلات اللي موجوده فيها. النهارده مع بعض الاخواننا في الهند بيشتهروا ب ان هم بيستخدموا الزبادي والكاري والكركم في الاكلات بتاعتهم، دي الاساسي، زبادي، كاري، كركم، والبهارات العربيه ليه والحبهان. فالنهارده مع بعض نستخدم نفس المدرسه الهنديه في عمل الاكلات بتاعتنا، مثلا زي شيش كباب. شيش كباب النهارده بالزبادي مع الكاري، هنشوف نشويه ازاي. هل الزبادي هنا اليوغت لده هيقطع مننا في النار ولا مش هيقطع؟ ايه السر نخلي الزبادي كفر للحته اللحمه اللي بناكلها بدون ما يقطع مننا ويبرغل او تلاقيه تحس ان هو شكله باين في قلب اللحمه؟ معانا النهارده كوسه مع بعض هنعملها، النهارده كوسه مشويه بالطحينه مع الزبادي، برده حاجه لطيفه، هتاخد الكاري والكركم، ولكن الجديد ان هنضيف لها طحينه ونشوف ازاي الطحينه تخش على الزبادي. معانا الحلو النهارده لطيف وجميل كرات الزلابيه، هنعملها بجوز الهند، مش هنحمرها في زيت، لا، دي هتتعمل بطريقه معينه اللي هو السميد مع السكر مع جوز الهند، وفي الاخر هتاخد عسل نحل لطيف مع جوز الهند. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. عدل الاكل ده شويه رز ملون، كلنا عارفين اخواننا في الهند بياكلوا الرز بالكاري، رز بالكركم، رز واخد لون اصفر، لون اخضر، حاجات بتبقى حلوه على السفره كده لطيفه وجميله. برضه هنشوفوا ايه التركايه ان انا الون بيها شويه الرز البسمتي اللي موجود على السفره بحيث ان السفره تتكلم هندي ولكن بخفه دم مصريه. تعالوا نعمل مع بعض الكوسه بالزبادي. مقاديرها على الشاشه، خط سير العمل زي ما احنا شغالين كده بالظبط اهو. كوسه بالزبادي، مقاديرها على الشاشه. هنمسك الكوسه طازه زي الفل، عينيه معانا زبادي، وناخد البلانشه بتاعتنا ونشوف ازاي نشويها مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. اللهم صل على النبي. والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. نعمل الكوسه ازاي واحنا مع بعض؟ عندنا زيت هنسخنه كده شويه مع بعض، وناخد الكوسه دي نقطعها زي الفل بالشكل ده كده. الكوسه دي بقى ميزتها ان احنا هنحمرها، بعد ما تتحمر يا عم الشيف هنكون مجهزين الكزبره والزبادي والثوم، الخلطه بتاعتها مع الطحينه الجميله الحلوه اللي هتدي فليفر حلو قوي للكوسه اهي بالشكل ده كده. وانت بتقطعي الكوسه حطي في الاعتبار لازم تغسليها كويس، ما تجيبيش الكوسه وتلاقي لازم تجيبيها. وعندنا الفرشه بتاعه المطبخ كلنا عارفينها، تبقى فيها ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، الحاجات دي لازم تهتمي بيها. وغسيل الخضار جيدا ده من اهتمامك على فكره، خاصه الخضروات زي الكوسه، الخيار في السلطه، الحاجات اللي هي لها شكل خارجي ممكن يمتص الاتربه، يمتص مسكه الايد عند الراجل الفكهاني او عند بتاع الخضار. اكيد اللي بتنقي الكوسه بتشوف كوسه صغيره كوسه كبيره، كلنا بنشتري خضار وعارفين. يعني ممكن الكوسه اللي قدامي دي دلوقتي البعض ماسكها ومش عايزها، مش عايز صغيره عايز كبيره وهكذا. فلازم تغسليها كويس في البيت، ميه ساقعه مش ميه سخنه، ميه عاديه من الحنفيه، وعندك فرشه كده اللي هي بتاعه الخضار بتخليها تمسكي كل حبايه كوسه من دولت ايه تقطعيها بالشكل ده كده. نشيل دول مش عايزينهم ونمسك الكوسه دي مع بعض كده نتبلها تتبيله حلوه. شوف انا هتبلها ازاي دلوقتي. اللهم صل، هنا نفس المكان هو ده، نحطها هنا كده. حلو المطبخ الهندي، مدرسته معروفه، توابل معروفه. الكوسه اهي بالشكل ده كده، بنحط عليها شويه كاري ده على الكوسه. ركزي بقى في الموضوع ده عشان مهم جدا. فص ثوم ده على الكوسه، سنة زعفران صغيرة عشان تاخد لون حلو ده على الكوسة، البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، بابريكا وفلفل اسود وشوية كركم على الكوسة. حلو، الملح بتاعنا في ايدينا كده زي الفل. تمام، التركاية بقى بتاعت الشيف كالآتي، معانا دقيق معلقتين دقيق على الكوسة واحد اتنين. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف.
وعصرة ليمون. يا نعم، زي ما انت عايز يا استاذه ريحام، زي اللي انت شايفاه. رز معمر يعني، رز معمر. حاضر عينيا. اللي انا بعمله دلوقتي مهم جدا على فكره. الكوسه دي انا عايز احمرها في علبه الزيت دلوقتي، كاني بحمر فراخ، كاني بحمر مثلا سمك، كاني بحمر جمبري. شفت الخلطه دي كده اهي، دي الكوسه اهي بالشكل. ليه حطيت عصره ليمون؟ او ممكن احط ميه، بس انا حطيت عصره ليمون مع التوابل دي كلها ومعلقتين الدقيق بالشكل ده كده. هاخدها احطها في قلب الزيت دلوقتي، زيت شديد الحراره، واحمرها بالشكل ده كده. وبعد ما تتحمر نكون مجهزين الخلطه بتاعتها. ايه الخلطه يا عم الشيف؟ تومه ناعمه، بصله ناعمه، طحينه، كزبره خضراء، في الاخر هتغرق في قلبيها. اخبار الزيت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جالنا دلوقتي اسئله من خلال اللي بتواصلوا معانا على السوشيال ميديا. بنشكركم طبعا لتواصلكم معانا ومتابعتكم لينا واحنا شغالين على الهواء، وبنحترم ده. البعض عايز الرز المعمر. الرز المعمر مدرسه، بيختلف من مكان لمكان ومن بيت لبيت. شايفه الكوسه زي الفل اهي. تنزلي كلها كده زي الفل في قلب الزيت كده، ونسيبها تتحمر يا عم الشيف. ده الطبيعي. حلو قوي. الرز المعمر بتجيب الحمام يتغسل كويس ويتشوح على النار تشويحه حلوه، فص مستكه، بهارات، حبهان، قرنفل، فلفل اسود. بعد ما بتشوح الحمام زي الفل بيكون عندنا الرز المصري. الرز المعمر يعني رز مصري، غير الرز المصري ما يتعملش. معلتين سمنه بلدي، معلتين قشطه حلوين من ايدك كده، ونجيب الرز ده حلو الكلام. نجيب الرز يتنقع في الحليب ونسيبه شويه على جنب مع شويه فلفل اسود. الجزء الحمام متحمرين واخدين نص سوا، ناخد معلتين شوربه من شوربه الحمام ونغرقهم مع الرز كده، ونجيب برام يتين وسمنه بلدي من الجناب والاطراف، نحط شويه رز ونحط في قلبيه الحمام، وبعد كده شويه رز ونحط كميه الحليب الموجوده او اللبن وندخله الفرن. وبعدين قرب يستوي ونحط معلتين قشطه، وبالف هنا وشفا مش هيطلع حلو. عارفين مش هيطلع حلو ليه؟ لان انتوا بتعملوه احسن مني. رز المعمر ست البيت اشطر من اي رجل في المطبخ، ليه الامانه بجد. هو ربنا الكبير فيه، وربنا يعني له حكمه في كده، ان ست البيت في حاجات تعملها مهما يشتهر الشيف بيها مش هيعملها زي ست البيت، عشان نبقى واضحين مع بعض. خلينا ناخد بعضينا وناخد فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، المطبخ الهندي بانت بياشيره، يعني البشاير لحت الهندي في قلب الزيت. هعمل دلوقتي خلطه حلوه تعجب حضراتكم. طاسه كده بتسخن على النار اهيت، بنحط فيها بصله ناعمه، فص ثوم حلو، بنعمل الخلطه بتاعه الكوسه. خلي بالكم بصلايه اهيت زي الفل، فيها فص ثوم حلو. شايف الخلطه الحلوه دي يا غالي؟ بقى الطحينه هنا القوام اهو اهو اهو. شفت بقى التركايه هنا اهو؟ تومه، بصلايه، معلقه زيت، تحمروا على النار، نزلنا بطحينه. الطحينه كل ما تتعرض للنار تدينا قوام. شايف الغليان ده كده اهو؟ نزلنا بكزبره خضراء اهو، بهاراتنا، اللون الاحمر ده بابريكا حطيتها اهو زي الفل. الكوسه اخبارها ايه؟ هي دي الكوسه اهي، ناخدها من قلب الزيت كده اهي اهي اهي. حلو، ناخدها بالشكل كده اهو زي الفل في قلب الطاسه. اللهم صل على النبي. ونقلب كده اهو. كوسه من المطبخ الهندي، شفت الجو ده كده اهو اهو. سيبها على النار تاخد غلوه كده يتعرفوا على بعض. الطحينه بتلعب دور مهم جدا، بتغلي في حبايه الكوسه. هتاكل الكوسه دي كانك بتاكل كفته، بتاكل كباب اهو. سيبها على النار شقشقه ميه صغير. اللهم صل على النبي. ونسيبها تاخد غلوه. حلو، نطلع الطاسه، نطلع الجريلا بتاعتنا من الفرن عشان عايزين نشوي كباب. الكباب فين؟ هتضحك علينا ولا يا شيف؟ عشمتنا بالكباب وتبلته، فين الكباب؟ ادي الجريلا بتاعتي، بحطها على النار كده. طحينه نشفت، خليها كده بس خلاص. مطبخنا على شاشه القناه الاولى. عملنا الكباب النهارده بالطعم الهندي ولكن بخف الدم مصريه. عملنا كوسه جامده جدا بالطحينه مع الزبادي. عملنا شويه رز ملون جميل جدا هيخلي الاطفال يشدوا ينتبه يشد انتباههم على السفره، ويقدروا يشاركوا المطبخ الهندي بطعمه
واللي احنا عارفينه كلنا بطعم الهند او سبايس شويه، الحلو اللي انا شغال فيه ده كده لطيف وجميل، الاطفال هيحبوه بالطريقه اللي انا شغال بها ديت. وكده يبقى احنا دخلنا المطبخ الهندي، جبنا اشهر الاكلات، رؤيه فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه. We'll be right back.